هذا وقد اعتبر سمو الشيخ عبد الله بن علي الثاني في تصريح إعلامي اعتبر أن الصمت يمثل خذلانا لقطر وأهلها، مؤكدا وجود استجابة وترحيب من عدد من أفراد الأسرة الحاكمة وبعض أعيان المجتمع القطري بالبيان الذي أصدره سموه، ودعا فيه إلى عقد اجتماع لبحث الأزمة وإعادة الأمور إلى نصابها. الحمد لله اللي يسر لي أن أكون نافع لأهلي وبلدي وتسهيل أمورهم بفضل الله، ثم استجابة الملك سلمان بن عبد العزيز والأمير محمد بن سلمان، وشفت الأوضاع ومالت إليه يعني من تردي، فرأيت يعني أنت تشوف أن الصمت خذلان لوطننا وأهلنا، وأن دورنا اليوم هو أن نكون سند وعون لك يعني لكل خير، وكل لكل خير يعني يجي على بلادنا، نعمل مع رجال قطر المخلصين لنقوم بدورنا ومسؤوليتنا في هذه الأزمة، لنبحث عن الحل بكل السبل الممكنة، ونحن واثقون أن قادة الدول الشقيقة لن يتأخروا في الوقوف معنا. أحمد الله أن التجاوب خلال الفترة الماضية كان كبير، ولقيت منهم الحرص والجدية والرغبة في حل الأزمة وتجنيب بلادنا العزلة والضرر وتقوية اللحمة الخليجية، وإن شاء الله تكون الأمور كلها خير وننعم بالأمن والطمأنينة. تم الاتصال بيننا لم ينقطع، وكما قلت فإن التجاوب جيد، ولمست الحرص منهم على حل الأزمة بأسرع وقت لنبعد بلادنا وشقائنا في دول الخليج عن المخاطر. بحكم تواصلي مع بعض أفراد الأسرة وبعض أعيان المجتمع القطري، نعم هناك استجابة وعدد منهم رحب بهذا الشيء ويطالبون فيه بشدة، ولكن لا يريدون إعلان أساميهم الآن في الوقت الحاضر، يعني ما عدا الأخ الشيخ مبارك بن خليفة بن سعود بن ثاني آل ثاني اللي تواصل معي قبل قليل وقد وافق على إعلان اسمه ورحب بذلك بشدة، وله مني الشكر. في البيان بعد وضعت إيميلي وهناك أرقامي للراغبين في الاتصال بأمان، والمهم أن ننجح في دورنا ومهمتنا التي اعتبرها وطنية بالدرجة الأولى، ومثل ما قلت لن ننشر أي اسم إلا إذا وافق صاحبه، والله الموفق.